اعتمد حزب العداله والتنميه باعداد برنامج الانتخاب على منهجيه مبتكره عملت على استثمار تجربته في قياده العمل الحكومي ورصيد خبره اطره في اعداد البرنامج الانتخابي السابق ورصيد خبره اطره في اعداد البرامج الانتخابيه السابقه وعلى الاستئناس بالمقترحات الوجيهه لمختلف الشركاء والفرقاء مع الاستفاده من الممارسات الدوليه الرائده في مجال بلوره البرامج الانتخابيه. اعتمد هذا البرنامج مقاربه شموليه ونسقيه تفادت تقديم مقترحات متناثره لا يؤلف بينها خيط ناظم ومكنت في المقابل من بلوره خمسه اهداف استراتيجيه متكامله فيما بينها وتصب في هدف عام من واحد وتطوير النموذج التنموي المغربي. هذه الاهداف هي توطيد الانتقال الى مصادر جديده للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، تثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن للاستجابة لتحديات التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الإصلاح والرفع من قدرات الإنجاز، تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب. أبان النموذج التنموي المغربي رغم إيجابياته المتعددة عن محدوديته في ضمان معدل نمو أكبر ومضطرد وخلق فرص شغل ذات جودة كافية لامتصاص البطالة. المغرب اليوم معشر الإخوة جميعا تعلمون أنه يسعى إلى أن يكون من الدول الصاعدة، ما يمكنناش نكونوا من الدول الصاعدة إذا كانت النسبة ديال النمو ديالنا بين 3 و 4%. لا بد من وهذا الشيء هذا كيطلب تغيرات حقيقية على المستوى السياسي والاقتصاد، تغيرات حقيقية باش يولي المغرب كينتج أكثر. حزمة من الإجراءات ترمي إلى دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز إنتاجيته وتنافسية الاقتصاد الوطني. صافي المغرب اقتنع اللي ما يمكنلوش يبقى يخاف من الصناعة، لابد ما يعطي الصناعة المكانة ديالها، ما يمكنلوش يتخيل باللي الإشكاليات الاجتماعية اللي كترافقها غادي تكون عائق أمامه في هذا الاتجاه. وهذا رجل الملك عبر عليه من خلال الإعطاء ديال المشروع ديال 20 مليار ديال الدرهم على مدى 7 سنوات. النهوض بالصادرات المغربية، تيسير الولوج إلى العقار بالنسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، تدعيم التنمية المستدامة. ما دام المواطن هو الهدف والفاعل الأساسي لكل سياسة تنموية، ولأن المغرب قد راكم تأخرا ملحوظا في تنمية البشرية، فإن الحزب ارتأى أن يمنح محور الثروة البشرية المكانة التي تليق به وتهدف الإجراءات المقترحة بالنسبة لهذا المحور إلى ما يلي: ضمان كرامة المواطن وحقوقه. إهانة المواطن شيء لا يجوز. تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. هذه منظومة حنا سنعترفوا أنه لحد الآن باقي ما قدرناش نعملوا فيها الإصلاح اللازم. عملنا خطوات ولكن لا بد أن تصبح يعني فيها إصلاحات حقيقية. تحسين وتعميم الخدمات الصحية جهد المستطاع. تحسين الولوج للثقافة والرياضة وتعزيز إشعاعها. رغم الجهود المبذولة فلا زال المغرب يعاني من فوارق كبيرة في الدخل وعدم تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية وعلى مستوى التراب الوطني، ويشكل هذا الأمر عائقا حقيقيا لرقي البلاد ولضمان كرامة المواطن. لذا أولى الحزب أهمية كبرى لهذا المحور، مقترحا مجموعة من التدابير والإجراءات من شأنها أن تساهم في تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة. السعي إلى تكافؤ الفرص في الشغل، سن سياسة مندمجة لإعداد التراب الوطني وضمان الاستفادة المتكافئة من البنية التحتية خصوصا في العالم القروي، دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق. لا يمكن تحقيق أي من الأهداف السالفة من تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الإصلاح وتعميقه والرفع من قدرات الإنجاز، وسيتم ذلك بتطبيق عدد من التدابير المقترحة والرامية إلى. كتعرفوا بلي الدولة ماشي كدير الشعر، الدولة عندها ميزانية كتصرف الميزانية ديالها حسب الأولويات السياسية ديالها. ملي تيكون في الحكومة جهة كتهتم لهذا الشيء غيكون غيكون إن شاء الله بصعوبة ولكن غادي يكون. وطبيعة الحال كيخص الصرف داك الشيء بطريقة فيها النزاهة والشفافية. هذه حتى هي صعيبة، ولكن إذا كان النزاهة والشفافية موجودة في المستويات العليا غادي تكون في المستويات الأدنى بصعوبة ولكن غادي تكون.
ولكن الصرامه في المتابعه ديال الاشخاص اللي يتلعبوا بالمال العام هذا الشيء غيكون الامور غتحسن. اكن ماشي سهل ماشي سهل.